الذكرى 64 لإعلان النظام الجمهوري في تونس لم يكن اليوم ككل الأعوام. شوارع مفرغة خاوية في قلب العاصمة تونس، هذا الشارع الرمزي، شارع الحبيب بورقيبة، الذي كان كل عام ينبض بآلاف المحتفلين بهذه الذكرى العظيمة من تاريخ تونس الجريحة، قد غيبت عنه اليوم حلته من زينة الأعلام والنشيد الوطني. اليوم ترصد عدسة الكاميرا فقط الانتشار المكثف لوحدات الأمن والإغلاق التام لكل المنافذ والمعابر المؤدية له. هذا القرار الذي كان متخذاً من قبل الدولة كان كخيبة أمل وذبحة صدر للعديد ممن هبوا اليوم لنصرة الوطن والتعبير عن الرفض القاطع للسياسة المنتهجة، والتي كان قد رأى البعض أنها لم تكن إلا ضرباً للديمقراطية التي انتفض من أجلها الشعب يوم 14 من جانفي. والله اللي شفته هنا اليوم ما عنده علاقة لبعيد الجمهورية، ولا عنده علاقة بالكرامة الإنسانية، ولا عنده علاقة بكونه نهار نورمال ما كلنا هكا نحتفله بطريقة سلمية ومحترمة. احنا لقينا اللهم صلي على النبي شكون يضربنا، ولقينا شكون يوقفنا باريريت في ثنية وسكر علينا لافينيو، مع ان هذايا حومتنا. انا قاعدة نحكي معكم بحذا داري وبحوايج الدار، واللي معايا ترى فيهم الكل ولاد بور دو فرانس ولاد الحفصية ولاد ناس زرقوا. ما راعنا كان احنا قاعدين نحتفلوا ونقولوا يسقط النظام اللي هو شطر حوثيلة، اللي هو ما نجم نقول عليه كان عصابة ومافيا، واحنا جينا في وسطه مش قاعد يسيرنا توا، قاعدين ينتهكوا فينا ويمصونا في دمنا واحنا نتفرجوا. اليوم نهار 25 جويلية هو يوم عيد الجمهورية، هو يوم مهم، اليوم موت الجمهورية، اليوم الجمهورية ماتت، اليوم المنظمة الاخوانجية طلعت. هذاك شو نقول وما غير تعليق نزيد اكثر من انت جايه هوني اش تعمل؟ انا جيت باش نتظاهر على حقي، نقل باريرات مسكره، الدنيا تقول علينا نحن جايين باش نعملوا عمليه ارهابيه ولا انا حقي باش نتظاهر. انت سي الغنوشي كي ما تحبنيش انا نتظاهر ونجي نعبر اش تحب؟ قلت له حوم لا يحرقوا ويكسروا ويقدوا، نهبط عبر اجا نعبر سكرت عليا، شنو تحب بالضبط؟ شنو تحب؟ اعطيني انت شنو تحب سي الغنوشي، انت والمشيشي متاعك. انا مش مساعدني، انت الحكم اللي تعمل فيه مش مساعدني. ناس موتت لي في القروين، موتة في القروين بعندهمش اكسجين، ومن عائلاتنا ماتت، فهمتني ولا؟ الناس تفغم، عائلات تيتمت، عائلات تيتمت، الاف العائلات تيتمت، لا يمات ذي الاف صغار بقاو بلاش بو، الاف صغار بقاو بلاش ام، صغار في كروش امتها معناها كلتهم الكورونا، فهمت؟ شنية معناها مزالوا باش تجي وري وجهه يحب 3000 مليار، علاش 3000 مليار؟ ها؟ تاع شنية 3000 مليار باش نعطيها لك أنا؟ أنا شهريتي 600,000، منين باش نجيب لك أنا 3000 مليار؟ أنا نصور في تفتفة صغيرة، نخدم يعلم بها ربي كيفاش باش نجيبهم أنا كل شهر هذوك. تجي أنت تحطهم لي في الماء والضوء، تكدس عليا، تكدس علي الأدقية، تكدس علي تخنقني، منين باش نجيب لك؟ نخرجوا من البلاد تبقى لكم أنتم. الاخوان نتاعكم يجوا يسيطروا على البلاد ونحن نخرجوا منها وكاهو، وهذاك هو معناه هو الهدف من هذا الكل، الهدف ولادنا يخرجوا يحرقوا يمشوا لسوريا يمشوا يدبروا روسهم، المهم يبقوا كان اخوانهم اكاهو والعملاء نتاعهم والعملاء الفاسدين. انا جايه على ولدي واخوك واختي وولادنا الكل جايين، احنا نحبوا نتكلموا كلمه حق، لا حاشتنا لا باش نضربوا لا باش نكسروا لا باش نعملوا حتى شيء، جايين على ولادنا، احنا جايين نعاركوا على مستقبل ولادنا، هذاك وما عندي ما نقول حتى شيء اخر، احنا جايين على ولادنا على مستقبلهم جايين، ما عندنا حتى شيء. اليوم هو عيد الجمهورية 25 جويلية، هو يوم مقدس بالنسبة لي انا وليك انت ولكل التونسيين. هي اكيد هذه حاجه اكيده، اما وين هاكي تشوفي ابسط حاجه، حريه التعبير صحيح موجوده، اما التنقل مش ندخلوا نتوجهوا للشوارع باش نعبروا على مقصودنا، هم سكروها علينا الدنيا الكل، كيفاش نتحدثوا نحن كيفاش نعبروا على مقصودنا، هم سك ابسط حاجه هاي باش تتنقل وتعبر على مقصودك ما خلوكش. او كانت هنا ضربوني، كانت لهنا انا جيت نعبر منتي على اللي يحسوا به التوانسه الكل، من معنا معاش يصوروا الفلوس، معاش يصوروا الفلوس، معناها فهمتي المعيشه علات والمصاريف انت طلعت للسماء، ومعناها والمداخل شوي، هذه حاجه.
ثاني حاجة فهمتي كل مرة فهمتي هما يجوا فهمتي يجيبوا فهمتي كل شهرين فهمتي يحبوا على التعويضات. يشوف يقول فهمتي عندنا التعويضات فهمتي لازم نحبوا 3000 مليار ومرة فهمتي 4000 مليار ونحبوا نعرفوا فلوس نتاع 3000 مليار ولا 4000 مليار اللي خذاهم السي طرابلسي هو والفخفاخ لشكون عطوهم؟ حاسبونا على 4000 مليار اللي هو 4000 مليار ما يخلص تونس الفونكسيونير تاع تونس الكل بطبتها ببوليسيتها بجيشها فهمني كيفاش مشاو ال 4000 مليار؟ الحاجه الاخرى اللي فهمتي نحبوا سياسيين ناس سياسيين معناها عندهم قيمه مش سياسيين تعبين الاحزاب اللي عندهم ثقافه تاع السياسه ولا عندهم حتى شيء ما يعرفوش يحكم. يلزم ناس متساسين قارين السياسه ومتمارسين السياسه. هذا هو. اليوم خلوكم انكم تمارسوا حقكم في التظاهر والا لا؟ بصراحه انت ما خلونيش. ما نعرفش يلزم ترخيص ولا ما يلزمش. اما ما خلونيش. اليوم لاول مره شارع الحبيب بورقيبه فارغ في يوم عيد الجمهورية وهو يوم ماهوش عادي، يوم نظلوا على خاطره برشا منظمين. احنا زاد دفعنا، أنا واحدة من الناس عندي خويا وعندي ولد عمي في الثورة نتاع 14 جانفي ماتوا دمهم مشى في القاعة، على أساس باش نوصلوا الحل وتكون عندنا كرامة الشعب التونسي وكل إنسان ياخذ حقه، أما شنو اللي صاير قاعد يصير اليوم؟ اللي عصابات الله أعلم فايت جدبوهم منين مانا بر، جايين هما شادين البلاد وإحنا نتفرجوا. قاعدين الزيادات كل يوم تطلع الله اعلم منين، ما عادش واصلين لا باش نعملوا عشاء كيما العباد لا باش ناخذوا علوش لا نعيدوا عيد صغير ولا عيد الكبير، شنو صاير لنا؟ هما يتمتعوا ويخرجوا بعد ثمانيه واحنا اون ديغي في حبس انفرادي اجباري هكا قاعدين في الحبوسات تو. اي فارغ عيد الجمهوريه لا غالب الجمهوريه من نهار الجمهوريه ونهار اللي قتلوا فيه فهمتي الشهيد الابراهيمي سيفيني ما عادش جمهوريه في تونس مشات. فهمتي مشات الجمهورية ومشى الدستور ومشى فهمتي جابوا لنا فهمتي الدستور فهمتي الشلاكة زبالة نتاع العالم اش عملوا من كل دستور نتاع الدنيا خذاوا الطرف اللي يساعدهم هما فهمتي الناس اللي تحكم وخذاوا نص فهمتي ولصقوهم لبعضهم وكم كوا فهمتي هاو الدستور هذاك مش دستور هذاك فهمتي منعش مش دستور. تونس في كلمة. تونس ربي يستر. هذاك شو نقول على الشيء اللي ريتو انا اليوم كيفاش مسكرين على حريه التعبير اللي احنا خذيناها بالقوه يعلم بينا ربي كيفاش خرجنا الزين وكيفاش العباد ماتوا قدامي بالكرتوش. انا بنت المحمديه وبنت تعبت قدامي بالكرتوش وتحت قدامي طفل صغير فهمتني ولا ويعلم بينا ربي في وسط الكرتوش كيفاش صار فينا الممسخ والعباد كيفاش وفي الاخر يجوا جماعه كيف النكاك يشدوا الحكم ويزيدوا ياخذوا الفلوس تاع شنو باش ياخذوا الفلوس نتاع ايش باش تاخذ؟ انت نزلت على روحك. نزلت على روحك، ما نزلتش عليا انا، انا خويا شكون قال لك تفكيري كيما تفكيرك؟ شكون قال لك تفكيري انا كيما تفكيرك؟ انت تقول لك نزلت علي، لا خويا ما نزلتش علي، نزلت على روحك. نزلت تحب على المركز وتحب على السلطة وتحب على الفلوس وتحب تدور من بلاد لبلاد، تحب على طيارة خاصة وتحب على طيارة خاصة وتحب على كل شيء، كل شيء تحبه. قرار الحجر الصحي الشامل. كانت قد اتخذته الدولة بالتزامن مع الدعوات المناهضة لسياسة الدولة والتي طالت العديد على شبكات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الشارع وإعلان العصيان بطريقة سلمية على هذه الظروف الاجتماعية الهشة التي أثقلت كاهل المواطن رغم خطورة الوضع الصحي. سيخلد التاريخ اليوم أن 25 من جويلية لسنة 2021 لم يكن باليوم العادي ولا الاستثنائي. هذه الذكرى التي تتراوح بين الاحتفال بقيام الجمهورية التونسية وانتهاء الحكم الملكي من ناحية وإحياء الذكرى الثانية لوفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السدسي مع استشهاد المناضل الوطني محمد الإبراهيمي من ناحية أخرى قد حملت معها خروجا للعشرات من المواطنين احتجاجا على الأزمة الخانقة في جل ولايات تونس والتي كان من أبرزها ما حدث في بارتو.